موضوع الكلى يجي يقول لك اصل انا خدت، انا الدكتور قال لي بيعمل فشل، واحد صاحبي قال لي بيعمل فشل كلوي. اتكلمنا فيها قبل كده ولازم نفهم نقطة مهمة، في فرق ما بين الام الكلى، واحد يقول لك عندي كريزت كلى يعني عندي مغص كلوي. مغص كلوي ملوش علاقة بفشل الكلى، فشل الكلى موضوع تاني خالص. يعني الفشل الكلوي يعني وظائف الكلى مش شغالة، لكن لما تيجي حصوة في الكلى والحصوة تبقى فيه أملاح وحاجات بتجرح، يبقى خلاص لازم نفهم ان دي بسبب الأملاح والحاجات دي، دي مش فشل في خلايا الكلى. لكن لما الكلى الكرياتينين يعلى والزلال يعلى والدنيا تتأثر، ده بيسموه خلل وظائف الكلى. ليه نخاف ان احنا ندي جلوكوفاج في الفتره دي؟ عشان الاخراج، ما هو لما يتجمع الجلوكوفاج ويفضل موجود في الجسم ويبدا يزيد في الجسم وما يخرجش بره، اي شيء في جسمنا الكليه المفروض انها تخرجه بره الجسم. لما يكون بتحصل حاجه زي كده وما يخرجش، فيبقى في الحاله دي ايه هيحصل؟ لود، هيبقى يزيد الجلوكوفاج، هيزيد في جسمنا. طب لما يزيد في الجسم ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بقى اللي هو اللاكتيك اسيدوزس اللي يخوف. طب هل الجلوكوفاج بالمنظر ده هو اللي عمل المشكله؟ لا، هو جاي على مشكله موجوده. يعني هو الجلوكوفاج جاي على مشكله موجوده، فانا هدخله في الحته دي مش هيعرف يخرج، اتحبس. يبقى في الحاله دي ما ينفعش اديه للمريض، يبقى هو بريء تماما من ان هو سبب الفشل الكلوي. بعض الناس اللي بتعمل أشعة المفروض ان هو ما يعملش أشعة بالصبغة الا ما يوقف الجلوكوفاج قبلها ب 72 ساعة. دي نقطة مهمة. المفروض ان انا في جرعة الجلوكوفاج دي، معلومات محدش هيقولها لكم عشان تبقوا فاهمين، الجلوكوفاج اقصى جرعة ليه 2 جرام في اليوم، اكتر من كده ما ناخدش. ليه؟ لان اكتر من كده الجلوكوفاج مش هيجيب نتيجة. هو اعلى حاجة دي 2 جرام، وده مش كلام انا، كلام الشركة اللي عاملاها نفسها. يبقى انا لما اجي اتكلم عن الجرعة بتاعته نفس الكلام. طب موضوع الانتفاخات والغازات ازاي اتخلص منها؟ قدامك كذا حل كده. اول حاجة انك تاخده بعد الاكل، تاني حاجة انك تبدأ بجرعات قليلة وبعدين تزود، تالت حاجة ان هو في طويل المفعول حاولوا يعالجوا فيه قصة الغازات والانتفاخات دي وجابت نتيجة كويسة. ادي ايه القصص بتاعته. طيب هل بيستخدم في التخسيس؟ لا، ما يستخدمش في التخسيس. حتى لو حد قال لك انا خدته وخسيت عليه، هو خس عشان التزم وعمل نظام غذائي، لكن ما خدش موافقة علمية انه يستخدم في التخسيس. دي نقط مهمة جدا علشان لما اجي اخد الحاجة ابقى عارف انا باخد ايه وبلتزم بيها ازاي. موضوع تكيس المبيض، رغم ان هو الى الان اوف ليبل، يعني برضو معظم دكاترة النساء بيكتبوه ودكاترة بطنة ساعات بيكتبوه، ولكن هو قال لك انه بيحسن مقاومة الانسولين، وده طبعا من ضمن الفوائد بتاعته. ومقاومة الانسولين مع التحسن بتاعها بيحسن من تكيس المبيض اللي بيبقى عامل مشكلة عند النساء عشان موضوع الخلفة والحاجات دي. يبقى انا كده غطينا كذا اوبشنز، كذا حاجة في موضوع الجلوكوفاج. برضو اسأله، يعني انا عايز انتوا تسألوا ايه اللي بيدور في دماغكم من الجلوكوفاج. انا عايز اول سؤال بقى نعرف اول سؤال هيكون من ايه، من مين. يعني الجلوكوفاج اول سؤال من مين؟ يعني انا عايز اعرف انت تعرف ايه عنه. تمام، فتاني حاجة لازم نحط الدواء في مكانه الصح. الموضوع بقى فيتامين بي 12، هو بيقلل امتصاص فيتامين بي 12 من الجهاز الهضمي. قالوا في دراسات اتعملت وقالوا حاجة زي كده. سؤال بيقول لك هل ابر المنجارو
اول حاجه انك تاخده بعد الاكل، تاني حاجه انك تبدا بجرعات قليله وبعدين تزود، تالت حاجه ان هو في طويل المفعول حاولوا يعالجوا فيه قصه الغازات والانتفاخات دي وجابت نتيجه كويسه. ادي ايه القصص بتاعته. طيب هل بيستخدم في التخسيس؟ لا، ما يستخدمش في التخسيس. حتى لو حد قال لك انا خدته وخسيت عليه، هو خس عشان التزم وعمل نظام غذائي، لكن ما خدش موافقه علميه انه يستخدم في التخسيس. دي نقط مهمه جدا علشان لما اجي اخد الحاجه ابقى عارف انا باخد ايه وبلتزم بيها ازاي. موضوع تكيس المبيض، رغم ان هو الى الان اوف ليبل، يعني برضو معظم دكاتره النساء بيكتبوه ودكاتره باطنه ساعات بيكتبوه، ولكن هو قال لك انه بيحسن مقاومه الانسولين، وده طبعا من ضمن الفوائد بتاعته. ومقاومه الانسولين مع التحسن بتاعها بيحسن من تكيس المبيض اللي بيبقى عامل مشكله عند النساء عشان موضوع الخلفه والحاجات دي. يبقى انا كده غطينا كذا اوبشنز، كذا حاجه في موضوع الجلوكوفاج. وبرضو اساله، يعني انا عايز انتوا تسالوا ايه اللي بيدور في دماغكم من الجلوكوفاج. انا عايز اول سؤال بقى نعرف اول سؤال هيكون من ايه، من مين. يعني الجلوكوفاج اول سؤال من مين، يعني انا عايز اعرف انت تعرف ايه عنه. تمام، فتاني حاجة لازم نحط الدواء في مكانه الصح. الموضوع بقى فيتامين بي 12، هو بيقلل امتصاص فيتامين بي 12 من الجهاز الهضمي. قالوا في دراسات اتعملت وقالوا حاجة زي كده. سؤال بيقول لك هل ابر المنجارو افضل من الجلوكوفاج؟ ابر المنجارو افضل من الجلوكوفاج؟ اهو ده مثلا حاجة، وده حاجة تانية خالص. الجلوكوفاج موضوع والمنجارو ده موضوع تاني، يعني ما ينفعش اقارنه مع بعضه، لان المنجارو ده الدواء بيشتغل بطريقة تانية خالص. ده ابر، ده حبوب، ده بيشتغل على الجهاز الهضمي يدينا حاجتين مهمين للجهاز الهضمي عشان يطلع انسولين من البنكرياس. يعني المنجارو هيشتغل على عن طريق البنكرياس، هيسد الشبع المركز الجوع اللي في المخ بشكل كبير، عشان كده بيخليك ما تجوعش. عشان كده ده معظم الناس بتاخده عشان موضوع التخسيس. المنجارو واخد موافقه علميه من الجمعيات العلميه بان هو يستخدم من للتخسيس، ولكن الجلوكوفاج لا. مفيش وجه مقارنه، ده عيله وده عيله تانية خالص، ده من بلد وده من بلد تاني. هل الجلفاسميت هو نفسه الجلوكوفاج؟ لا، هو فيه جلوكوفاج ولكن معاه ماده تانية جدا مهمه. دي بتبقى الماده دي بنلاحظ انها اسمها الجالفاس او الفيلدا جليبتين. دي بتشتغل بطريقة شوية جميلة، يعني هي مثلا تيجي وانت بتاكل حسيت الاكل دخل الجهاز الهضمي، يبدأ يدي اشارة للبنكرياس انه يطلع انسولين، فاصبح الضغط على البنكرياس لفترة طويلة مش كتير، فبيشتغل بس لما تاكل. لو ما اكلتش خلاص مفيش اي مشكلة. فدي برضو من ضمن الحاجات المهمة اللي بيستخدم فيها الفرق في اللي هي مثلا بيضيفوا لها الجلوكوفاج، يعني أدوية بيضيفوا لها الجلوكوفاج زي الجلفاسميت. هل أخد دكتور الاستمرار على أخذ الجلوكوفاج فيه تأثيرات على الجسم، مع العلم إن باخد دواء ضغط؟ مفيش تأثيرات. الدواء بقول لكم قديم جدا، ما يعني أكتر من 50 سنة، يعني ما فيش تأثيرات وإلى الآن شغال. الحبة الجلوكوفاج قوة 1000 جرام او 1000 ملي، يعني 1 جرام، انت ليك 2 جرام في اليوم. وعلى حسب بقى، لازم يتاخد مع الاكل، ما ينفعش اخده صايم. يعني الجلوكوفاج من الحاجات اللي لازم تاخد مع الاكل، لان هو بيشتغل على الاكل، هو بيشتغل على الاكل. تمام.